بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت العشر الأواخر، بدأت الليالي الغالية. الحمد لله اللي أحيانا وأشهدنا هذه الليالي الغالية. ادعوا يا جماعة، ادعوا ادعوا، هذه ليالي إجابة. ادعوا بتذلل وخضوع وخشوع بين يدي الله أن يتقبل منا ويفتح علينا ويبلغنا ليلة القدر. ادعوا وعينوا أهاليكم إن هم يدعوا معاكم، وخلوا الناس تدعوا معاكم. ليالي غالية، مفارق العمر كله في هذه الليالي. إني داع فأمنه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قريب، يا مجيب، يا حنان، يا منان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أدخلنا العشر الأواخر، الحمد لله الذي أحيانا للعشر الأواخر، الحمد لله الذي أوجدنا وأعاننا وكرمنا واخترنا وشرفنا أن نكون من أمة حبيبه محمد لنشهد هذه العشر الأواخر. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. الحمد لله، الحمد لله من كل قلوبنا الذي أيقظنا وجمعنا على طاعته. الحمد لله الذي بفضل من علينا بجوائز ليلة القدر. كريم عظيم رحيم ودود حنون كريم أكرم الأكرمين. اللهم إنا نشهدك أن نشكرك من كل قلوبنا ونحبك من كل قلوبنا. أكرمتنا أكرمتنا أكرمتنا، تمن على عبادك على ظلمنا وضعفنا وتقصيرنا وذنوبنا، تمن علينا بليلة هي خير من ألف شهر. اللهم لك الحمد. تمن علينا على غفلتنا وبعدنا بليلة تعتقنا فيها من النار. اللهم لك الحمد. تمن علينا على كل ذنوب الماضي بليلة إن صلينا فيها بين يديك تغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا كلها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. تمن علينا فوق كل ذلك بليلة تستجيب فيها الدعاء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نحبك من كل قلوبنا. أكرمتنا أكرمتنا وأعطيتنا وأغبقت علينا من نعمتك، إحسانك علينا لا ينقطع. اللهم لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم فرحه بنا يوم القيامة وأسعده بنا يوم القيامة. اللهم إننا دخلنا العشر الأواخر وإنا نتوسل إليك ونتذلل إليك ونخضع بين يديك ونرفع الأيدي ونخفض الرؤوس وتخشع القلوب وتدمع العيون ونتوسل إليك. بلغنا ليلة القدر هذا العام، بلغنا يا مولانا ليلة القدر هذا العام، فإنا لا ندري هل سنعيش للعام القادم أم لا. يا رب يا رب وقفنا ببابك فلا تردنا مطرودين. بلغنا ليلة القدر هذا العام، نتوسل إليك، نتوسل إليك بكل خير فعلناه هذا العام. يا رب بلغنا ليلة القدر هذا العام، اللهم لا تحرمنا منها. يا رب أكبر بخواطرنا، يا رب أكبر بخواطرنا وبلغنا ليلة القدر. لا تكسر بخواطرنا وقد جئنا إليك متذللين خاضعين خاشعين راجين رحمتك. اللهم يا رب اجعلنا يا رب ممن يشهدون الليلة فتعتق رقابهم وتغفر كل ذنوبهم وتستجيب دعاءهم وتجعل لنا هذه الليلة في حسناتنا أكثر من ألف شهر. يا كريم يا رحيم يا ودود يا رب، كنا نعصاك طويلا وتسترنا، جئناك ووقفنا ببابك وتوسلنا إليك وتذللنا وخضعنا وخشعنا بين يديك وأطعناك يا رب. صمنا وصلينا وحاولنا أن نتقيك. قد استجبنا لك فاستجب لنا، قد استجبنا لك فاستجب لنا، قد استجبنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، فأجب دعاءنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اعتقنا الليلة من النار. يا رب أدخلنا في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من عتقائك من النار. يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب لكل من يسمعنا. اعتقنا وولدنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا وأصدقائنا. اللهم اجعلها ليلة عتق يا رب بكرمك بكرمك، من علينا لتضرعنا وتذللنا بين يديك، واعتقنا للادي وكل من يصل له هذا الدعاء وكل من يسمع هذا الدعاء وكل من يؤمن على هذا الدعاء. اجعلها ليلة عتق يا رب، اجعلها ليلة براءة من النار. حرم أجسادنا وأجساد أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأحبابنا على النار في هذه الليلة. اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في هذه الليلة وكل من يدعو ويؤمن ويصله هذا الدعاء. اللهم إنك ما تلهم عبادك
عبادك أن يدعوك بالفردوس الأعلى إلا وقد أعنتهم أن يدعوا بها لتعطيهم إياها. يا رب نسألك أن نكون من أهل الفردوس الأعلى، أدخلنا الجنة الليلة، اكتبنا من أهل الجنة الليلة. اللهم فرح بنا رسول الله، اللهم اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، اللهم من علينا ببركة هذه الليالي بعمرة قريبة وحجة قريبة وزيارة لرسول الله قريبا وصلاة في المسجد الأقصى قريبا. اللهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، املأ في هذه الليالي قلوبنا بحبك. اللهم اجعل قلوبنا في هذه الليالي خاشعة متذللة خاضعة محبة. أطلق ألسنتنا بالدعاء في هذه الليالي وأنطقنا بما تحب وترضى. اجعل قلوبنا خاشعة وعيوننا دامعة وأيدينا مرفوعة بالدعاء وأيدينا سخية بالعطاء، وبرنا لآبائنا موصول وجبرنا لخواطر الناس ممتد، لتنعم وتكرم وتعطي وترحم. أعنا في هذه الليالي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب يا فتاح، افتح علينا في هذه السنة ببركة هذه الليالي فتحا عظيما. اللهم اجعلها سنة فتح يا رب ببركة ليالي القدر، ببركة هذه الليلة افتح لنا السنة دي فتحا كبيرا. يا فتاح افتح علينا في بيوتنا يا رب، وأرزقنا وأولادنا ومشاريعنا وحياتنا. يا فتاح افتح فتحا كبيرا، اجعلها سنة فتح يا رب. اللهم أجري علينا في العشر الأواخر رزقا واسعا ومالا كثيرا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم اغمرنا برزقك في العشر الأواخر، اللهم افتح لنا أبواب الرزق الواسع. يا وهاب هب لنا في العشر الأواخر من لدنك رزقا واسعا ومالا كثيرا وعلما غزيرا. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما يا رب. اهدي ولادنا يا رب، يا رب بكل خير فعلنا مع الناس، احفظ لنا ولادنا واهديهم وحببهم في الإيمان، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظهم لينا ونجيهم من شياطين الإنس والجن وأصحاب السوء. اهدي ولادنا يا رب، احفظهم يا رب، يا رب يا رب أجب دعاءنا. نقسم عليك يا رب لا ترد لنا دعوة في العشر الأواخر. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل يوم في نفس الميعاد 2 صباحا ندعي مع بعض إن شاء الله. برنامج حياة الإحسان في العشر الأواخر بيركز إزاي تستفيد من العشر الأواخر وتعيشهم حلو قوي. أرجوكوا عيشوا حلقة حلقة، تحت اللينك موجود تحت الفيديو، من حياة الإحسان. شكرا والسلام عليكم.